رد مهندس الديكور المغربي فؤاد قبيبو على تدوينة إحدى الصحفيين الذي حاول استفزازه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام. ونشر فؤاد قبيبو عبر خاصية القصص القصيرة تدوينة الصحفي التي تضمنت ما يلي: هاد قبيبو أحسن واحد تيعرف يعيش دور الضحية، كان تيبكي قبل ما يعرف التونسية، وبكى فاش عرفها، وبكى فاش تفارقوا، وبكى في الوفاة ديال باه، وبكى فاش تزوج هاد خيتي، وبكى فاش تشدات، وبكى فاش تشدات ختها، دائما الدموع النسخة الماسخة. ورد فؤاد قبيبو على تدوينة الصحفي قائلا: هاد الأخ والإنسان الصحفي اللي كاتب عليا، دابا هادشي هو الرسالة اللي خاص يوصل باش ينور الرأي العام. هادو هما سنوات الدراسة اللي قضيتيها باش تحصل على هاد المهنة الشريفة، حشومة والله. وتابع فؤاد قبيبو: راه ماشي خطأ إلا بكيت فاش طلقت، ماشي ضروري نبكي على شخص، راه تنبكي على الوقت اللي ضاع وعلى فراق ولادي، وإلا ما بكيتش في موت با غنكون إنسان مريض ومسخوط، راه الأب ديالي هذاك اللي رباني وكبرني، ولا ما بكيتش وحزنت على دنيا غنكون ولد الحرام مقطر، حيت شركت معاهم الطعام، وحيت خت مراتي اللي تنشوفها تتعذب قدامي وما قادر ندير والو. عمر البكا ما كان ضعف أو تمثيل، بالعكس قوة ودليل على طهارة القلب. الله يطلق سراح اختي دنيا،